عليهم دوليا. يجي من نهضة عاول غنوشي لعدم الترشح لرئاسة الحركة خلال المؤتمر القادم للنهضة. البعض يعتبره مصيري وإمكانية عودة حمادي جبالي للنهضة بعد المؤتمر هذايا. مؤتمر حركة النهضة تحت البروجيكتور اليوم. وضيفنا أسامة الخليفي رئيس كتلة قلب تونس، نرجو معه على كل التفاصيل في علاقة بالأيام البرلمانية الكلت وما هي قصة الابتزاز اللي قاعدين يقوموا فيه بعض الكتل. هشام المشيشي الابتزاز اللي حكيوا لنا عليه قيادي حركة الشعب، مرحب بكم في 90 دقيقة. انتم تسمعوا في 90 دقيقة مع خلود سفيان بن حميدة، شكيب درويش، مرحبا، شنحوي لكم؟ أهلا وسهلا. مرحبا، أهلا وسهلا، ملا نشاط يا جماعة. يلا فهمت لومور اليوم. سفيان بن حميدة فرحان ولا متغشش؟ بالطبيعة متغش. بالطبيعة متغشش، وبالطبيعة زيد عليش متغشش سفيان؟ متغشش لأنه كوبانية الماء، كوبانية الضوء سامحني، ستيك اللي هي مؤسسة وطنية سلطت عقوبة جماعية على قرية كاملة وقصت عليها الضوء عندها 8 أيام. القرية هذه هي قرية برج الصالحي بحضة قرية سيدي داود، طريق الهوارية، وينك المنظر الحلو متاع جبولات خضر وفوقهم نعورات الهواء اللي متاع الضوء هذوكم. وكل مشكل فاك المنظر الحلو، المشكل الكل فاك المنظر الحلو، لأنه النعورات هذوكم حطوهم على أرض الناس نتاع القرية هذه اللي مشى في بالهم ولا تفهموا معاهم بالكلمة ولا كيفاش، أنه في المقابل باش يستهلكوا ضوء بلاش. المهم أنه عندها سنين طوال حكاية قائمة الذات، والمشكل موجود بين ستاج وما بين سكان القرية والضوء يمشي. لين الجمعة اللي فاتت، وهذا هو جديد، أنه ستاج استغلت بان الجمعة اللي فاتت باش تخلي الضوء مقصوص على كل المتساكنين نتاع القرية اللي يخلصوا في فاتورات متاعهم واللي ما يخلصوش. أيوة، عقوبة جماعية معناها، وخليتهم في الظلام. فعلا هذا ما ينجم يتسمى كان عقوبة جماعية. وشنو هو الحل؟ ولا حد عنده الحل الصحيح، وهو التفاوض الجدي لإيجاد حل للإشكال القايم. والسكان الحل بالنسبة لهم كان أنه يسكروا الكياس، والسلطات المحلية اللي هو المعتمد، الحل بالنسبة ليه كان أنه يبعث لهم الحرس. في المقابل ستيغ اعتبرت أنه المشكل ما يعنيهاش، وبالطبيعة ما يعنيهاش برشا، لأنه المسؤولين متاعها وحتى العوان هما ياخذوا في الضوء بلاش وما يتقصش عليهم الضوء. واضح سفيان، ولكن تساؤلات كبيرة على الموضوع أمام الديون المتفاقمة لستيغ. إذا كان كل قرية أو كل مدينة أو كل ولاية، ما نبدأ بالصغير ونمشي ونكبر الموضوع، فما شكون يمتنع عن الخلاص وستيغ ما تلقاش حل؟ هل يمكن أنه اليوم تواصل بالطريقة هذه؟ يلزم كل مواطن يدفع فاتورة متاعه. في المقابل ما هوش مقبول وما هوش مفهوم وما هوش خارج على أي منطق أنه معناها نعاقبوا الناس بصفة جماعية. شكيب درويش، شو أحوالك اليوم؟ أهلا وسهلا. أهي سيدي، فرحان ولا متغشش؟ فرحان على شيء ومتغشش على شيء. في نفس الموضوع؟ في